الاسم ديالي طارق المولودية، مشجع تاع المولودية. كعرف مدينة وجدة، أنا المولودية عندنا قصة طويلة معها، نبغي المولودية ونموتوا على المولودية ومعها في الممشات والحمد لله. خويا طارق، باش نهضروا على المقابلة ديال الوداد أمام المولودية الوجدية، بعد خصنا نهضروا قبل الماتش. واش طارق، هل يعقل آخر لحظة أننا الجماهير ديالنا غتنقل؟ اللي كنشكرهم هذا المنبر، كنشكروا الجماهير ديالنا اللي كتنقل المحمدية وتشجع الفريق في السراء وفي الضراء. فهذا برافو على الجمهور ديالنا اللي رغم الأزمة ما سمحش الفرقة ديالو وكيحضر معها في جميع المقابلات. فأن الناس وجدات الحافلات ديالها على ما أظن شي 250 درهم آلي روتور، وكتفاجئ بواحد البيان كيصدر من المكتب ديال الوداد البيضاوي 120 درهم للتذكرة. أنا يمكن أخويا طارق كنت كنقول يمكن البي درتو أن الوداد مفاجأة، يمكن فيه تاكوس وفيه عشاء، هادشي اللي كاين، ربما يمكن قال لهم بي وعشاء، مي زيد قلت البيان يعني قال لك غير الدخول 120 درهم. وماشي عيب أخويا طارق أنهم جاو عندنا الوجدة وفرات لهم المولودية الوجدية المكتب اللي بي ب 30 درهم وانتم كتضيفونا 120 درهم بدون تعليق. فاحنا ان شاء الله اذا هما داروا 120 درهم فاحنا باذن الله لقاء العوده نتمنى حتى حنا المكتب ديالنا يدير واحد الثمن زين ل 500 درهم لولوج المقابله، حتى المولوديه كبيره وهمه وشان والملعب تاعها يستحق 500 درهم لولوج الملعب. بالنسبه دابا ندوزو للمقابله، المقابله كما تفرجوا فيها جميع المغاربه البارح اللي كانت في استاد العشيه بملعب باشير المحمديه، بطلها الحكم. هذا الحكم اللي صراحه مقابله كبيره عليه بزاف، وهذا الحكم ما ضبطش الامور ديالو. غادي نبداو باللقطه الاولى ديال شعيب فيدي، مهاجم المولوديه غادي فصفص الشبكه، لاعب زولا ديالهم كيجي موراه وكيعنقو ويطيحو، وكنتفاجئو ما عطاش الحمراء. الا حنا ما كنفهموش التحكيم يعرضوا على الحكام الدوليين، هذيك راه باينه جا غادي مركي حمراء. ثاني لقطة عماد سربوت مدافع المولودية الوجدية ما كيلمش اللاعب ديال الوداد وكيمشيو للفار وكيعاود لها طرواف واحد تركا طرفوها سيطاره، كيعاود لها وكيشوف رجليه ما قاسش. حنا كاع نقولوا كاع الى الحكم اللي مشى للفار يستحق صفرة، وهاد الصفرة راه قالوها ناس خبراء لانه يعني يستحق غير الصفرة ماشي حمراء. الهدف ديال اللاعب الافريقي ديال الوداد البيضاوي اظن سامبو فاسي طريق، الكرة لامسة في يده واضحة يعني بلا يمشي للفار يشوفها غير مرة واحدة واضحة لمسة يد. بالنسبة للهدف اللي كان نستغربوا فيه هو انه الصوان اللاعب مولودية الوجدية غادي للشبكة ويسقط داخل معترك الوداد، الحكم يأمر باستمرار اللاعب ويأتي الهدف الثالث اللي على إطراح احتج فوزي جمال من حقه. وجمال محقه احتج انه كان خصو يوقف المقابله، لو كان نقول اخويا طارق هذا اللاعب انه طاع على راسه وقعت له شي ايموراجي شي حاجه حتى تسجل عادي يمشي يشوفه. القانون كيقول له انه اللاعب طاح وكيتالم يشوفه يوقف المقابله، هو خلى الماتش والفار ما رجعش للقطه الاولى بل احتسب الهدف وتعطى ورقه حمراء السي فوزي جمال المدرب ديالنا اللي مهار المنبر كنشكرو على المقابلة القتالية البارح والمولودية البارح وجدة. والله سي طارق واخا خسرنا بثلاثة أو أربعة ولا على المكان، فأنا راه جد سعيد للمستوى تاع المولودية الوجدية، جد سعيد لأن اللاعبين فريق صغير وفاتي والحمد لله بدا يعطي الثمار ديالو والفرقة غادية مزيان. والله إلى البارح أصدقاء كيتصلوا بينا من المدن المغربية كيهنيونا بهذا الفريق. الفريق الحمد لله بشهادة الصحافة المغربية يسير في الطريق الصحيح، ورغم الازمات ورغم المشاكل الماديه والعائق المادي فالفريق ان شاء الله باذن الله غادي يتحسن وغادي يقول الكلمه ديالو، لان الحمد لله المولوديه شريفه وموراها رجال ما غاديش يسمحوا فيها. فهذا البارح كان نداء كان توجه صراحه، فانا كمشجع كما يقولوا هارمنا وكرهت هذه الحقره ديال الفريق ديالي. في اي مقابله دائما ظلم تحكيمي ضيع ثلاث نقاط بزاف، اننا كل نهار نمشيو للملعب وندو. فالمولوديه الوجديه كنت تعاود المقابله تاعها كاملين دائما التحكيم خارج على المولوديه الوجديه. فاذا بقينا احنا ديما لعبه وجده وهذا الظلم ديال التحكيم نقولوا ها لنا ما نلعبوا صافي نسحبوا لعبوا غير نتوما صافي لعبوا غير ديروا نتوما البطوله ديالكم حنا نمشيو نسحبوا صافي. تاع بن بي
حكام دفعة 1982 تابع لعصبة المغرب الشرقي. الخطأ الأول هو التغاضي عن دفع لاعب أرسول زولا لاعب الوداد البيضاوي للاعب شعب فضي. هذا الخطأ كان الحكام حتى كان عنده الشك فيه يرجع للفار، هو ما رجعش للفار والفار ما عيطلوش. حنا ما عرفناش الخطأ واش شكون اللي غادي يتحمل المسؤولية. حنا كنقولوا خطأ تحكيمي، كي كنقولوا التحكيم التحكيم راه ما كيتكونش غير من الحكم ديال الساحة، وإنما كيتكون من حكم الساحة بالإضافة للحكام اللي كاين الفار، كلهم كيكونوا كيشرفوا على هذه العملية في هذا القانون الجديد ديال التحكيم. الخطأ الثاني وهو الطرد الخيالي للاعب عماد سربوت، بالرغم من أن تدخله لم يكن يثير شي حاجة ديال ماشي خطأ اللي كنقولوا، حنا كنقولوا بالفرنسية جو دون جوجور. في الوقت اللي الحكم كيرفع البطاقة الحمراء كيقول لك لاعب خطير لو جو دونجور، هنا ما كانش جو دونجور، هنا ما كانش قصد، وحتى النوايا ديال اللاعب مشي للكره، مشى للكره ما مشاش للاخر. حتى الا شكيت وبغيت كاع تصحح الخطا كتعطي بطاقه صفراء ولا انذار شفوي. هنا مشى مباشره بطاقه حمراء، ايوا هنا تظلم، انا كنرجعوا لتظلم تحكيمي، هنا كنرجعوا لتظلم تحكيمي. شك في هذه يرجع دائما ويشوف، يرجع هو رجع للفار، ولكن القرار كان دائما كندير. والمشيه اللي كيمشي للفار طريقه باش حتى الحكم الا كنا نشوفوا الهيئه ديال الحكم والمشيه ديال الحكم للفار باش يمشي يجري للفار بحال عنده واحد شي حماس، ماشي ديك الطريقه باش كيمشي الحكم للفار. ماشي حنا كملاحظات الحكم راه كيبان لنا حكم ماشي حكم، يمكن ما نعرف انا كيبان لي من الناس الاخرين ماشي جداد ولا، ولكن كاين شي حوايج كتلاحظوا. البطاقه ديال الحمراء ديال المدرب هنا كتبقى واحد شي حوايج، حنا ما نقدروش نحكموا بالنوايا، حنا ما كناش قراب، حنا كجمهور ما عرفناش واش تقال وعلى ما كيقولوا. كيقول لك اودي راه ما كانش شي حاجه، كان داك الشيء حضاري، هضر معاه بشي حاجه طريقه حضاريه، وعلى الاقل بطاقه صفراء. حتى لا لاحظ اي حاجه، اي واحد راه كده لاحظ يدي صفراء، كان شي هضره اخرى ولا اخر الله اعلم، ما نقدروش نحكموا. غير بالنسبه للظروف اللي فيها الفرقه والمعاناه اللي فيها الفرقه، كاين شي حوايج اللي كيجتهد فيها الحكم. الحكم كان واحد الاجتهادات، واخا كينسان يجتهد واحد شويه، على الاقل كان شي حاجه حاول ممكن بالرد، عطي الصفراء ولا الشفوي ولا دوز الحمراء شويه كتاثر على الفرقه وتاثر على. كاين واحد خطا اخر بالنسبه للهدف ديال ديال سامبو اللاعب سامبو، تما كاينش ديال الخطا، كاين اورجو. وخرج على الخط الوهمي، راه انا كنشوف الخط الوهمي كنشوف السيد راه دافع الصدر ديالو، اذا كاين اورجو. واللي كيكون قريب هو جدوتوش حكم الشرط راه هز الرايه قبل، هو اللي كيكون اقرب للاقربين للاخر. رجعت للخط الوهمي، الخط الوهمي انا بالنسبه للخط الوهمي ماشي كنقلل من الاهميه ديالو، ما كنقلش من الاهميه ديالو، واخا رجعنا له راه باقي كيبان لنا السيد راه في الصدر ديالو كيدافع الصدر ديالو. وكاين الخطا اللي كثر هو السيد قيسها بيدو مربى العمليات، قيسها بيدو وحيت لورجو كاع، خليت لورجو كاين ويدو يدني كاع بجوج، ولا ما كاين شويه الحوايج قاسيه شويه بالنسبه للفرقه الاخرى. وكاين واحد الخطا في التالي اللي كان في الاخير ديال اللاعب، داك اللاعب اللي كان تقاس في التالي، حتى هذه كان ما رجعتش للاخر. دابا انا باجمال نهضر بجمال باللي الحكام كان عليه يتشاور مع الفار ويرجع الفار، هو اللي خصو يعيط للفار اللي كان عاجب فيها الشك باش يعيط. والوقيته اللي كيجي لك واحد اللاعب تحتج باش تحيد الشك رضيه باش ترضيه عيط للفار. اي حكم دولي حنا كنشوفو المقابلات الدوليه كنشوفو الحكم اللي كيمشي له اللعابه ولا راه العامل ديال الفريق ولا راه كيرجع للفار كيحل المشكل بالفار، يعيط للفار ما كاين مشكل الفار يرجع ما كاين حتى مشكل. كاين الفار كيتشاور، الفار كيعطيه القرار، ما قراش بالقرار ديال الفار كيمشي هو راسو كيدير راسو يشوف الفار. كان شي حوايج تما، انا بالنسبه للتحكيم انا كان شفت واحد شويه شي حوايج في التحكيم، ما انا شخصيا انا ما بانت ما عجبونيش الصراحه. كان لا نقول انا كيبان لي بحال ظلم، كيبان لي ظلم تحكيمي، انا كحكام كيبان لي ظلم تحكيمي، هذه هي الفكره ديالي انا وكل واحد والراي ديالو. ايوا مادام راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، راه كتعبر على كلش، اذن راه كاين شي حاجه سيئه، بقاش راه الزميل ديالو ما يقدرش يقول لواحد الحوايج اللي راه كل واحد كيفاش كيعبر تاع السيئه ديالو بالطريقه ديالو. كاين اللي كل واحد كيقول واحد يعبر بالشعر، واحد كيعبر بالقران، واحد كل واحد باش كيعبر. وفعلا حنا دوك حنا الحمد لله المغرب اللي ما بغيناش التظلم التحكيمي، علاش؟ حنا تظلمنا في روسيا 2018، تظلمنا في فرنسا، هاد الدراري الصغار حتى هما تظلموا في هذاك الماتش ديال الاخر المغرب ديال الاخر، تظلموا مع مالي. عندنا هاد التظلمات خصنا حنا الحمد لله عطينا واحد 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 النظره رياضيه في العالم، وعطينا الكره للعالم، حنا كنعطيو دوك الامثله، وحتى في التحكيم خصنا حنا نعطيو المثل. دابا كنطلبوا حنا غير من الجامعه الملكيه المغربيه وفي اللجنه المديريه ديال التحكيم تراجع لهذا الشيء، ما تفوتهاش،
اي حاجه خصها توقف على النقاط ديالها على الاقل. احنا ما كنقولوش ديروا شي حاجه، ولكن على الاقل ردوا على الفرقه كتابيا ولا عطيهم شي تفسير ولا عيطوا الناس الملمين نديروا. حنا نحاول ممكن انا بغات الا تبغي الجامعه الملكيه كما كيديروا كاع الدول الوقيته اللي كيديروا هذا الشيء ديال في الرياضه ولا في كذا، يجيبوا واحد خبير تحكيمي بقى يشرح للناس الاخطاء التحكيميه. ما بقاش حنا غير اللي فاتت لا ما عرفتش تفوت، لا ما بغيوش هذا الشيء. وحنا الوداد راه ديالنا فرقه زينه وكنتمنى لها وحنا معاها بدمنا المولوديه ديالها فرق كاع المغرب ديالنا. كنا بغينا حتى فرقه تحكم وحتى فرقه تظلم، حتى ظلم تحكيمي خصنا نحاربوه. تبارك الله كاين اللي زينهم وكاين الناس اللي في التحكيم، كاين الشباب كاين الناس اللي كيحكموا، كاين تبارك الله بنات كاين، راه حنا غاديين مزيان الحمد لله، ولكن هاد الحوايج خصنا نوقفوا عليها.